هذا البرنامج برعاية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعد السلام يحلى الكلام نسهر ندوب حب وغرام من الحياة قالنا يلا بينا يلا نحضن الأيام والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذه السلام عليكم. هذا المخرج بيحكي لي الله أكبر شو صوتك مزعج واللي مع الأغنية بس هو لما إحنا نغني الله يستر لازم بنلوث ذنين بعض الناس مرات. طيب السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم باليوم 29 لرمضان شو؟ 19 يا ريت أنا حكيت 29 بدي أشوفهم شو بدهم يحكوا لهيك يعني بدنا نستعجل إن شاء الله في رمضان فاليوم يلا يعني 10 أيام اليوم درجة الحرارة حريقة يعني برعاية ما شاء الله هو تيتي مستعجل على السيارة شكله عشان هيك بركض على 29 لهيك بس مصيبة إذا بس لل 29 يا جماعة طلعوها اليوم طلعت روحنا والسيارة مش طالعة شو قصتكم حجلوا ابعتوا اس ام اس اتصلوا يا جماعة صار لها شهرين هون معنا أنت بدل ما تحيي الناس بتبهدليهم يا بنت الحلال لا أنا بحسهم الله يرضي أنا بتبهدل بالناس على الهواء انا عم بشجع الناس شجعين واحنا اصحاب ونحبايد وكل شيء لابسه وجه فرش اليوم البنطلون مشوف ليش فراشكو هيك والله اذا فراشكو هيك معناها وضعكو كثير منيح معناته وجه كنبي خلص كمان هذا تركيش هذا تركي؟ طبعا انا محيي الصناعة التركية احضر لا يحزدونا هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك انت بس دلعها للما تنبسط العالم مطمن احضر لا يحزدونا انا يسلم هالطول انا ما هو مرات يعني من شدة جمال لما والاشياء الحلوة اللي بتلبسها مرات هيك بحاول ارمي هيك فتشات اشياء الكاد والبلا عاد بقولوا انه بس البنات بغاروا وبكيدوا وببلوا اثار الشباب اكثر بيني وبينك انا بغار لانه يعني بتلبسي احلى مني لهيك اليوم جيت بقميص من كثر ما نقي الفر علي البس قميص بلكي طلعنا هالسياره يا زلمه البس قميص بلكي طلعنا هالسياره عيب يا زلمه اذا انت بتطلع ببلوزه هيك فاقعه الالوان كيف هذه ايش بسموها ما هم طلعوا مره مع السيلفي طلعوا مع السيلفي بوز السمكه هذه ايش رمشه ايش رمشه البطريق هاي هاي تسبيلة البطريق تعرفي زمان في كانوا لا يعني هلا ماني كنت احكي لك اشي بس خفت تزعلي اخاف تزعلي انه مرات بشبهوا جمال المرأة بجمال العيون البقر المها لا البقر كمان المها يا سيدي بس البقر يعني المها والبقر واحد المها والبقر واحد كيف طلعت معه لا شكله مش مفتري منيح وعقله بالبقر باللحم لا انت عارف شو افطرنا افطرنا نفس أكلة يوم الجمعة الفاتت شكله الشيف هذا بيجيش شو كانت يوم الشيف الجمعة بيجيش الفاتت؟ إلا يوم الجمعة هذا سبوكشي مش شكل اسمها غريب هذا لا استراغانوف شو كلاشينكوف هذه المرة حكينا فيها الأوف كلها هذه قطع مش عارف شو هي لا هي قطع حلزونية عينات مش عارف إيش مع طحينة مع حليب مش عارف إذا قطع حلزونية معناها مش جمبري يا أختي لا المشروم مش مشروم حتى باكل بعرف حل شو باكل والله يعني ما بعرف لأنه أنا هاي الأكلة هاي ثاني مرة باكلها مش عارف شو هي يا عمي عليك وبدي مجدرة وخلصنا خليك زبون مجدرة أنت أكلت الجمعة الفاتت ما المنسف ما بيكون وضعه منيح أنت بتاكل في الدار نيالك والله ولا طبخة في الدار واحد اشتهى طبخة ورق عنب يا جماعة اليوم أكلت ورق عنب يا حبيبي يا حبيبي وأنا لفيته لا وشوف أنت أنا اللي لفيته يعني أنت اللي لفتيه أنا لفيته وين لفتيه
بديش رح أقول لك على هوا وين كنت يعني. يعني كنت مش في بيتي مطعم. بيتي. بيتي مش في مطعم. وأنا الفايتة روح مطعم ملف. كل إشي بيتي زاكي يا عمي. طيب الشباب طيب. حتى بيجونا منورين. فدكنا فيه. كل اللي بيجوا يعني بفطروا عنا. شباب بيطلعوا مطموسين هيك. بيجوك الشباب من برا بفطرين بفطرين في البيت هيك الواحد فيهم يمكن يقطع عجل. مش شايفني مفرفحة ولابسة ألوان يعني قديش الديك اسمه يعني بدل على إنه ديك كذا بس على إنه لما بيجي بفطر مفطر من البيت خلص بيجي بتحسه صقر بتحسه يعني أسد نمر بتحس يعني بتشقلب بتحول من إشي هيك لإشي لثور لثور استنى استنى اجى تلفون لما على الهواء لا هاي الفيديو تبعنا اشتغل اشتغل الحمد لله طب سكريه يا بنت الحظ هاي اكسريه وخبط عليه بطالع صوته برا على الهواء اول مره بحياتي بطلع مني طب اعطونا اغنيه لما مايك يلا اغني اعطوا اغنيه تغطي على الصوت قالب وين وين أنا في حياتي النادرة عمرها ما صارت واحدة مذيعة مقدمة برنامج قد الدنيا شبيك لبيك على القناة الفلسطينية ما شاء الله عليها هوا. ويجيها تليفون أو يفتح فيديو بال شو اسمه كان شكله الإنترنت ضعيف وبعدين اشتغل فجأة الحمد لله بدوش يسكت أنت بتعرفي صوتك بلعلي حتى هون بدوش يسكت طيب يعني هذا نرجع لبرنامجنا احنا أخذنا وقت للمشاركة بالبرنامج اتصل من أرضي أو جوال شو مالك لا كمل خلاص طب خلينا نحكي يعني. يلا احكي كل ما لا بداش يعني أحكي لا أمانة الله يا جماعة مين بحكي أكثر أنا ولا هي طبعا أنت شكرا طيب يلا لا برقص وبحكي أكثر طيب للمشاركة بالبرنامج اتصل من أرضي أو جوال أو وطنية على 17882 أو ارسل رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال 37410 أو ارسل رسالة نصية فيها الرقم 5 على وطنية 6052 الشركات الراعية معنا كل يوم لستروين الوطنية موبايل شركة حضارة بنك الإسكان وملاهي مخماس فنلاند وتفضل يحكي أحكي عن جد معي حنان معك يا حنان مرحبا ما هي اسمها حنان مجبور يكون في حنية بصوتك حننيها حنان حنية يعطيك العافية ايوه انت نعمي صوتك من غادة حنان هي عشان تنعم صوت الله يرضى عليكي عشان الحنان اللي بينكو هيك حنان قولي له يا داخل بين الحنان والحنين تتدخلش لأنه بنوبة دفاشة داخل بين الحنان والحنين ها ما تتدخل كيفك كيفك انت رمضان كريم الله يسلمك وانا موجود اختي ما فيش كيفك الي ما شايف بقول بحكيش بحكي عن بلد وبقطع علينا وبتدخل بقول أنا بحكيش عجبك يا حنان حنان أنا مطموعة هون فيش غيري أنا يا حرام وكلاتي ما شاء الله يا حرام في ديك وفي فر وفي أبو مايا وفي كنترول وفي 20 حدا بسمع بقول جاية من الهند هي مقموعة وما فيش لها أهل بيقمعوني ولا جوزها كل يوم موجود عنا يعني اسمعوا أنا ما بصدق يكون في صوت أنثى وتاني عشان هيك يعني فهمتي بتروحن يعني انت بدك ما هو يا بنغير المذيع بصيروا الثنتين اناكي زي ما بسموها انا يا 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 لا اما بنغير المذيع لا خليه يجيب الباروكه الملونه والله العظيم طيب مام يا حنان كيف رمضان معك هيك بما تمام العربية. الحمد لله تمام هلا انت كسبتي شفتنا خلص بصوت لما منيح والله صوتك طالع اكثر الله يسعدك صوتك طيب يلا حنان على البسطه بلكي هيك من حنيتك تطلع لك السياره يلا ان شاء الله يلا من 30 رقم عندك اختاري لك رقم بختاري رقم 9 طيب اسمعي سؤال هو رياضي شوي اذا في حواليك ذكر نادي علي ذكر يعني صاروا عطلين الذكر يلا إن شاء ذكر الله. اسمعي متى تاسست رياضة كرة السلة 1890
ولا 2010 ولا 1999؟ والله هذا سؤال صعب جدا، مش عارف ليش حاطينه. شو 1800؟ حدا بيضل لل 1800 وشيء؟ شكله هو ال 1800. شو قلت يا حنان؟ 1890. مزبوط على طول. ما هي بتستفسر لسه 1800. هو لسه هي بتستفسر يا لا هي عم بتأكد. لا بأكد. ما بتأكدين؟ يلا احنا نفهم والله ما أكدت يا حنان، بس يلا إجابة منيح. انت دخلش على القليلة، هي بتأكد مش بتقول لها دغري الجواب انت وانت مش عارف شو. حنان مزبوط جوابك. نعم ايش قلت؟ تأسست رياضة كرة السلة ب 1890. مبروك عليك $100 من مخماس فنلاند يا حنان. باركولها يا جماعة. هذا سؤال مهم وجواب أهم يعني. طبعا من رجعتنا ما شاء الله للعصور القديمة وال 1800 كم قرن؟ قرون. أعطي موسيقى لخالد الديك. شو تعال نشوف. شو هذه؟ ابدا حياتي بصفحه فاضيه ومستبيضه. كيف بدك تغسلها هاي؟ شخصيا جديده. حلو والله. انا عارفه انه زمانه ماشي يقول عليا عليا واحده شريره وقويه ومفتريه. اسمع هيك يا جماعه برقص كتير لما بيحاول يعمل اشي ثاني. شو هذا؟ فلامينكو؟ طب ان شاء الله والله كل الشعب منتظر هاي اللحظة. ارقصي ان شاء الله والله كل الشعب منتظر انك ترقصي لو يعني لو 20 ثانية. لا خليه ينتظر، الانتظار احلى. يعني مش بس الشعب كله، يعني الشعب واحنا والمصورين والمخرج غات حتى امامه شاشة ما شاء الله 120 بوصة. الانتظار احلى من الاشي نفسه، فخليه في الانتظار. يا مخرجنا بالله امتى بدكم تخلوها ترقص هاي؟ استنوا شو اسمه؟ نصير برنامج ليالي عين. العزيز ما انا بعرف ليش هي بتختارش اغاني، هلا بنيجي بنحكي لها اختاري اغنيه علشان بلكي هي بتتقطع. مين على الاغاني اليوم؟ مين على الاغاني اليوم؟ الاغاني كل الشباب موجودين على الاغاني، بس انت رقصي. احسن اسمه حطوا تسهيل. حطوا اغنيه تسهيل. طيب يلا تفضلي. طيب مشاهدينا للمشاركين ببرنامجنا تصلوا على قدي على 17882 او ابعثوا رساله نصيه فيها الرقم 5 على الجوال 37410 او وطنيه 6052. وطبعا الشركات الراعيه هن ستر وين، حضاره، بنك الاسكان، وفي عندنا كمان شركه الوطنيه موبايل اونلاين، شركه حضاره وبنك الاسكان ومخمس فنلاند كمان. دول شفت بلشت تخرب. لما نقصت شيء خربطنا نبلش فيه. بلشنا نخرب. مين؟ خالد. فكرته بيحكي معي برد عليه. لا لازم يكون في حوار ثقافات هيك ما بين المقدمين والمصورين وخلف الكواليس وخلف الكاميرا. والله يا سيدنا المخرج. وقال لي مين اللي عم بيحكي معي؟ الفرة قاعد تقولي مدير عام بنك الإسكان. أعطوه الفرة والله. شوف وبعدين بهز بالكرسي، أنت عارف شو؟ ما شاء الله عليه يا فرة، ما شاء الله عليه، أشهر من نار عالم صار ورا الكاميرا الفرة. بعدين اسمع، بعدين اسمع الحلو في الموضوع، الفرة شو بيعمل دائما قبل البرنامج بربع ساعة بس يقول دير بالك زبطنا بالحلقة، زبطنا ضلك احكي. هذا ذكرني الله يسهل عليه، واحد بيحكي لي كان هيك شوي مسؤول، فقال لي عمي زبطونا في حلقة. زبطونا في حلقة، جيبوا اسمي عمي. اقول لك سب علينا بس المهم طلعون. يلا اغنية للفرة. يلا اغنية للفرة. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. والله 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 معلم، عن جد معلم. طبعا هو المعلم
وهي الأستاذ خالد كمان صاحب المعلم، وهو بس موجود على زي ما بسموها هذا باراشوت طويل، يعني كاميرا بذراع طويل هي. وفي عندنا كمان الأستاذ أبو إيه؟ أبو الأستاذ علاء أبو عواد. لا يزم شو أبو عواد؟ أبو عواد؟ أبو عواد. أنا فكرت راح بالي على المولودة الجديدة. لا مايا هي المولودة الجديدة. الله يخلي لك مايا وعواد والزوجة يا رب، ويخلي لك الأهل كلهم يا رب. ونروح للتلفون. ألو خليل. خليل هذا من الخليل كوميدي. خليل من الخليل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا رب. مساء الخير. كيف حالك؟ الله يسعد مساك يا حبيبي. شو أخبارك؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا خليل. الله يحييك. أنا أول مرة بشترك معكم. يا ميت إن شاء الله ما تكونش آخر مرة إن شاء الله. لا إن شاء الله دائما كل المرات، وبرنامج حلو زيكم. الله يسعدك. من وين من الخليل يا خليل؟ إحنا من بلد اسمها دير سامي تزور الخليل. يا حياك الله دير سامت. اسمع، في بلد جنبكو يا خليل اسمها دير عوة. ما بديش أحكي، استنى شوي بديش احكيها. قال سمعت انا جديد هذا الاشي. قال لما الواحد بروح بخطب من عندهم قال اول ما ببلش بشربوه جزر. ليش بعرفش، هلا فهمت فيما بعد بدهم اياه يصير ارنب. قال معقول؟ هذه المعلومه، هذه معلومه جديده والله ما بعرف. والله يا اخو والله انا كنت زيك اليوم عرفت هاي. وفي بلد ثاني قال بتطعمي خس كمان، مش عارف. في دير سامت انتوا شو بتعملوا لل يا خليل؟ في دير سامت شو بتعملوا انتوا للعريس الجديد؟ والله للعريس الجديد بنعمل له حليب سباح، حليب نيو، شو بسمونه، نقدم له نياك. كل شيء كويس بنقدمه. الله يخليك. احنا يعني هاي انا معي ثنتين. يعني معك ثنتين؟ انا متجوز ثنتين يا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لا حسد، احنا بواحد الواحد. هذا معلم. طيب هلا انت عند يعني اتصلت فينا من عند اي وحده الجديده القديمه؟ من عند الثانيه. الاولى بتزعل، الاولى بتزعل. اسحب حالك بالتلفون بصير خيطي ميطي. والله هي بدها هيك يا محمد. طيب الجائزه لمين بدها تروح اذا يعني مثلا السياره؟ والله لثنتين اكيد يعني. لثنتين بس بزبط يركبين مع بعض الذراير هذول. الذره مره. دير بالك اتفقن عليك يا خليل. لا لا ولا يهمك. اذا اتفقن عليك اكلت روح الخل. انا امبارح بقيت تحكي انت قلت اكيد اتفقن. شكلك شارب فيمته بعد الفطره. امين بالله. طيب خليل على البسطه تفضل. يلا يلا على البسطة نشوف. يلا شوف شو الرقم اللي بدك اياه. فيش الا رقم طالع، تسعة. تسعة تسعة تسعة. كنت بدك تختاره شكلك. انا بقول اختار اثنين عشان اثنتين. اي رقم له؟ يلا اي رقم. واسألها اسألها منيح. اسمع اذا سألتها وما طلعتش السيارة الثانية بتتشمت. ان شاء الله السيارة غير تطلع. ان شاء الله ان شاء الله. بدي رقم 20. 20 يلا. برضه فيه اثنين. 20 خربطة رملي يا خليل، بطلت أجمع من يوم يوم. برضو هذا 20 في 2 يا خليل. أكيد يعني إحنا إذا قمنا الصفر بضل 2. هو الصفر والثنتين. اسمع في كل الحالات الثنتين لحقاتك يا خليل، بس هو الثالث. ها والله في نية وربع بقول في القرآن يا محمد. إيش؟ مثنى وثلاثة وربع. خلاص معناته انت جيب الثالثة عشان تربي الثنتين. طيب خليل، خليل حبيبي، ما هو الاسم الثاني؟ حدا يروح يشربوه، بس يروح يشربوه عصير جزر. ايش؟ انا؟ شكلك بس تروح رح يشربوك، انا بقول لك. خلاص بس اجي على دير سامت، اوعوا تشربوني عصير جزر. الله يسلمك. والله لو سهل حبيبي. الجزر نسقيك واحسن شيء كمان. الله يسعدك. شو الاحسن شيء؟ هذا مشروب جديد عندكم؟ أكيد. عصير خس. طيب طيب خليل، ما هو الاسم الثاني لهنغاريا؟ هنغاريا هنغاريا هنغاريا. شو الاسم؟ هنغاريا هنغاريا. هنغاريا اسم الثاني. اثنين اليوم. المجر ولا البرتغال ولا غينيا ولا دير سامت؟ والله هي دير سامت. دير سامت.
ربحت معنا المتجر ممتاز. رقم واحد هي كل رقم واحد. خلص خلص 100 دولار 100 دولار من بنك الاسكان. مبروك يا خليل، مبروك مبروك. حياك الله حياك الله حبيبي. كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يسعدك حبيبي. مشاهدينا للمشاركة برنامجنا اتصلوا على أرضي على 17882 أو ابعثوا رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال 3741. بلشنا نخربط كل الخربطة. أو وطنية 6052 عشان تقدروا تشاركوا معنا. وفاصل صغير ونرجع. أيامك ربيع وفلوسك ما بتضيع، باليوم أقل من شيكل وإنترنت سريع، سرعة 8 ميجا مش حلم لا حقيقة، حضارة يا سلام. اشترك بالعرض الجديد من حضارة واحصل على إنترنت بسرعة 8 ميجا بأقل من شيكل واحد باليوم. للاستفسار 1700-100-100 أو حضارة.بي.اس. حضارة أكبر شركة إنترنت فلسطينية. بسيط جدا لكنه قوي جدا، سريع فعال وعالمي، هو نظام أمن ذكي ومنتشر على مستوى العالم، مصمم ليقدم أعلى مستويات الأمان والحماية على وجه الأرض. لا تجعل الأمان رهينة للمجهول، اختر الأفضل. افتح حساب توفير بقيمة 200 دينار كحد أدنى أو غذي حسابك لتحظى بفرصة الفوز ب 75 ألف دينار الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، 10 ألاف دينار الجائزة الأسبوعية نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل، 10 ألاف دينار جوائز طردية يربحها 100 فائز نهاية الشهر الفضيل. بنك الإسكان، بنكي للحياة. We'll be right back.
Citroën. انا بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلا كي ما بفرق قلبي الحي الا نسمة هوا كي بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلا كي ما بفرق قلبي الحي الا نسمة هوا كي انا وحياتك ايه وحياتك بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلا كي مو قطع لحاله خلص انا قطعت لحالي. طيب نرجع لموضوع العرسان والمتجوزين. هلا بقول لك انا قرات بعرفش عدمت الفيسبوك حدا رجعنا للفيسبوك واكبر ذمه بالحياه ذمه الفيسبوك آه. انت حكيتيها بس بعرفش انه قال في بلد عربي قبل الفطور قال الزلام بضربوا النسوان ليش ان شاء الله بعرفش ليش والله اسم فيمكن عشان ما تاكلش كثير عشان زي ما حكى او بعرفش ليش. انا سمعت في بلد تاني النسوان بتطج هذه بعد الفطره هو لازم يصير العكس اني تجاه بعد اللي هي اذا الفطره مش طيبه مش قبل هي قبل بتطج وقت اللي عشان شو ما كان الاكل خلص يكون منيح يعني لا ما هو بتطج قبل الفطره كتله وهي بتطج بعد الفطره لا هو لازم العكس هي لازم العكس لازم يتطصوا قبل عشان خلص من الوجع شو ما ياكل يكون منيح والله طيب الحمد لله بس وجهة هيك نظر هيك ما فيش مساواة ليه مو بعدين دي تظهر العدل والمساواة لازم يكون في عدل لأنه بدنا نيجي نطلع يعني العدل والمساواة لازم بطونهم الاثنين يكونوا يا مليانات يا فاضيات فعند الضرب شو رأيك طيب للمشاركة بالبرنامج اتصل من أرضي أو جوال أو وطنية على 17882 أو ارسل رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال 37410 أو وطنية 6052 أعطينا شركة الرعاية من عندك طيب وشركة الرعاية طبعا فترمين الوطنية موبايل شركة حضارة بنك الإسكان ومخماس فنلاند وعبيدة مرحبا عبيدة يا عبيدة مساء النور هلا شو أخبارك؟ الله يسعدك تمام ماشي الحال شو أخباركم أنتو؟ الله إحنا تمام وبخير عبيدة من وين؟ الله يسعدكم من قلقيلية يا عبيدة؟ من قلقيلية يا ميت هلا سمعت أنت خليل من سمعت خليل من دير ثابت كان متجوز تنتين أنت كم واحدة متجوزة عبيدة؟ أنا والله لسه عزابي على الطريق يعني شو رأيك بفكرة موضوع اللي بتجوز تنتين؟ إيه؟ شو رأيك بالفكرة؟ جوز تنتين ضد الفكرة رغم انه دينا يعني ما تعدد الزوجات بس مش عارف يعني ما اتوقع اني مع هاي الفكرة صح وقول الواحد يتجوز لازم الواحد يكون وافي لإنسانة واحدة في حياته سمعت؟ سمعته؟ بس قعدت تقولولي انت معلم ومنك متعلم عشان متجوز تنتين متحول لبرنامج حالات إنسانية شايفين وش علاقة بال إلا عشان الحكي إسا على الوجع بطل صار يتحول لحالات إنسانية انت عشان تربح السيارة صار له ساعتين بدعم تعدد الزيجات إسا فجأة صار أنا بدعمتش دعمت يا جماعة أنا ما دعم التعدد الزوجات دعم وكان مبسوط أم رامز شو اسمه المساء لا يا أم رامز والله ما دعمت لا دعمت لا تعدد الزوجات أنا مع المرأة الواحدة شو عم بشوف فيه مش خوف تفاهم وين عطير الجزر يا جماعة وين عطير الجزر اللي شربتوا منه أقول تديك لو خوف أنا موافق شو رأيك يلا شايف يا عبيدة شايف طيب يا عبيدة أي رقم بدك عمرك شربت عصير جزر يا عبيدة؟ من بعده مش رايح يتجوز عبيدة أيوة. إذا روحت تخطب حطوا لك عصير جزر اوعى تشربه اهرب ليه ليه؟ عشان ما بدي بلاش تقلب أرنب يا مع إنه والله عصير الجزر مفيد قبل ما أروح لازم أكون شرط يكونوا حاطين فراولة فراولة منيح ممتاز أو جيب عصيرك معك خذ عصيرك معك وخلص هو هيك بينه وبينك أفضل أفضل يلا. أضمن أي رقم بدك يا عبيدة أي رقم رقم 30 أوه على الآخر 30 تفضل طيب سؤال ديني ما هي صلة القرابة بين الرسول صلى الله عليه وسلم
وعدوه اللدود أبو لهب، هل هو عمه أم أخوه أم جده؟ أبو لهب شو بيكون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمه. هي بدها تفكير. مبروك عليك $100 من مخماس فنلاند. تسلموا تسلموا، كل عام وانتم بخير. وانت مليان خير يا عبيدة. بخير يا حبيبي، الله يسلمك. هلا هذه $100 للبنزينات السيارة، حاول اتصل كمان مرة بلكي ربحت السيارة في المرات الجاية إن شاء الله. يا رب. طيب يا جماعة احنا يعني ونروح ل أغنيتي. أغنيتي. أحسن من غنانيك هاي الردح. لا أي كانت تتعلق على الأغاني الهابطة، يعني أهبط من هيك أغاني عمري. لا يا زلمة، هاي أغنية هابطة منازل، هاي من أحلى الأغاني. لمين هاي؟ لأصالة. بعدين كلماتها، ركز مع الكلمات. أنا ما فكرتهاش أصالة عن جد. أنت مقهور عشان أغنية حلوة وكل هون استمخ. أنا كل احترام لأصالة، بس أول مرة بسمع أغنية لأصالة زي هيك. هاي أغنية كتير حلوة، هاي من أحلى الأغاني اللي غنتها الأصالة. ما حبيتهاش لحناً وكلماتاً وأداءً. يعني بدنا بالآخر، أنت أساساً على الأغاني اللي بتختارها، يعني الواحد مش لازم ياخد بذوقك يعني. طيب بلش من هون. كل الاحترام لأصالة وكل الاحترام لمنازل. أنا فكرت والله إسا بتصلك طارق العريان وبتعلق ما طارق. أنا فكرت في إشي اسمه بناشر بتحكي بعد. أي الأغاني؟ أيوة. طب يلا اصبح على خير. وين الشعور بالنايف؟ جيبوها جيبوها يا جماعة، جيبوها بس غيروا هاي الأغاني برجع. جيبوها يا جماعة، واقفة على الباب شوفها. خلص خلص تعال خلص، شلوها يا جماعة، هذه أغنية هابطة، شلوها تفضلي. عمي احنا كل الاحترام للمغنيين كلهم، سواء بغنوا هابط ولا عالي ولا شو اسمه، احنا ما بدناش نعمل مشاكل مع حدا، وكل كل واحد وذوقه، يعني كل واحد وله جمهور، وكل المغنيين مناح ويا محسنهم، وكل الشعراء مناح، كل قصة الشعراء. اعطينا القصيدة هاي اللي انا بعث له قصيدتي وحولها. تلاوه كاهن او نفث قاري بالصدر يوم جر الصوت الزاري. ايوه دن 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 على ربع كبطن الكف قفر حلقه من الزواري مو جداري كأن مجاري مجاري جوري مجاري دن 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 دن. شفتي هذه قصيدتي تاعت امبارح بعتها كانت مشفرة، حول لي اياها شفرها بزيادة. هاي بس هو بيعرف كلماتها شو. طيب مشاهدي ابيخ منك والله الله ما خلق. ايوه ابيخ منك والله الله ما خلق الله ما خلق. على قصة ابيخ منك، على قصة النكت هذول، لما قال له شو بكرة، قال له الاحد. شو بكرة، السبت ولا الاحد؟ قال له والله بكرة الاثنين.
قالوا الاثنين مع بعض ابيخ 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 من الخليل كوميديا ابيخ هو هذا الاثنين يعني انا كل وقت كنت اقول الله اذا في مخلوق ابيخ منه اي بس لا لا هو تعرفت عليه هو هو بيجي كمان بشكل اذا بعد تنترن بعدين تيرنتا رنتا رنتا عنده خاص في يعني يعني انه مشفرها لا وبقول انه انه يعني انت مش يعني في ناس ما بفهموش النكته من اولها فبصير يفكر فيها رنتا رمبم تي رم تمبم يا جماعة هاد لازم واحد ياخذ دواء عشان يعني يقدر يهضمه طلع هو الأبيخ مزبوط طيب مشاهدينا عشان تقدروا تشاركوا برنامجنا وتجاوبوا على السؤال مين هو الأبيخ من خليل كوميدي اتصلوا على 17882 أرضي أو ابعتوا رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال 37410 أو وطنية 6052 طبعا مش عشان تجاوبوا على السؤال إنما عشان تدخلوا على البسطة وتختاروا الرقم وتطلع لكم السيارة الله لا ينزل لك فيديو جديد هو خليل لا ما هو هذا شو بضارب علينا يعني حدا بضارب على حاله هذا على طول اي حدا بيجي بطب فيه بينزل له فيديو طب يلا بعدين انشهر بطريقه رهيبه يعني ينفعنا من بركاته طبعا ومعنا عزام الو عنده نص مليون الزلمه كل عام بخير هلا والله بس نعملنا صوتك قصدي علي لنا صوتك شوي عزام مساء الخير كل عام هلا حبيبي عزام كيف انت من وين عزام من رفات سلفيت اهلا وسهلا يا عزام اهلا بكم شو الاخبار والله الحمد لله كل عام بخير ويسعد مساكم انتوا جنب دير بلوط يا نعم 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 حياك جنب دير بلوط حياك الله حبيبي شو بتشتهر دير بلوط غير بلوط ايش في الفكوس في الفكوس نعم هل. نعم شربوا الناس عصير فكوس مخلل فكوس برضو منيح هذا المخلل بتقدم للخطيب او للاضع يعني بخليه هيك انا متزوج والله حياك الله يا اخوي عزام الله يسعدك طيب نروح على البسطه اللي بدكم اياه انت شو بدك انا بدي اختار رقم اختار رقم يلا رقم 20 طلع رقم 20 18 رقم 18 يا عزام طب عزام أول من وضع علم الجبر هو خوارزمي ولا سلمان الفارسي ولا فيثاغورس فيثاغورس مين؟ لا الخوارزمي الخوارزمي نعم الخوارزمي لأن أنا ماث أنت إيش؟ رياضيات أتوقع ماث الخوارزمي ماث أنت دارس ماث؟ رياضيات احنا نعم. بالعربي لانه ماثماتكس هي بدها مترجم بدنا معنا مترجم في الاستوديو عشان نقدم نعم. انت درست في جامعه القدس لا جامعه بيرزيت جامعه بيرزيت هذا اديك بحكي لي احكي له درست في جامعه القدس فشكله بعرف واحد اسمه عزام درس في جامعه القدس لا حبيبي 100 دولار من حضاره يا عزام الف مبروك مبروك هي حياه قلبي مبروك طيب مشاهدينا بنرجع بنذكركم بارقامنا للمشاركه بالبرنامج اتصلوا على الارض على 17882 او ابعثوا رساله نصيه فيها الرقم 5 على جوال 34 يا جماعه بدي اعرف اركز هي مش عارفه تركز ما فيش حدا عارف يركز على الجوال 34 لا مش حتيجي اليوم 37410 او وطنيه 6052 فاصل صغير وبنرجع أيامك ربيع وفلوسك ما بتضيع باليوم أقل من شيكل وإنترنت سريع سرعة 8 ميجا مش حلم لا حقيقة حضارة يا سلام اشترك بالعرض الجديد من حضارة واحصل على إنترنت بسرعة 8 ميجا بأقل من شيكل واحد باليوم للاستفسار 1700-100-100 أو حضارة.بي.اس حضارة أكبر شركة إنترنت فلسطينية بسيط جدا لكنه قوي جدا سريع فعال وعالمي هو نظام أمن ذكي ومنتشر على مستوى العالم مصمم ليقدم أعلى مستويات الأمان والحماية على وجه الأرض لا تجعل الأمان رهينة للمجهول اختر الأفضل Thank you.
نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الدايم، اربح معنا بشهر الخير مع حسابات التوفير 75,000 دينار ولسه جوائزنا كتير. افتح حساب توفير بقيمة 200 دينار كحد أدنى أو غذي حسابك لتحظى بفرصة الفوز ب 75,000 دينار الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، 10,000 دينار الجائزة الأسبوعية نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل، 10,000 دينار جوائز طردية يربحها 100 فائز نهاية الشهر الفضيل. بنك الإسكان، بنكي للحياة. انت مكتبتك الموسيقيه شو فيها؟ فيها كثير اشياء احلى من هاي الاغاني اللي بتحطها. لا غير الاغاني اللي بيعملها جوزك باستمرار. لا في كثير شو خلصت الاغاني العالم، بس مش هاي الاغاني اكيد اللي بتنحط هون يعني. لا تمت لي بصله. في ناس صلة؟ في ناس بيقول لك يعني بيجوا بنتقدوا الاغاني او بنتقدوا اشياء، ولما يشوف مثلا صاحب الاغنيه او حدا هيك من قرايبه يصير يقول اغنيتك بتجنن. عن جد عمري في حياتي ما سمعت. هذا هو النفاق. طب افرض تعرضت لموقف زي هيك شو عادي بقوله هذا حكى لك كيف اغنيتي وانت كاني قايله عنها انها زفت مثلا. بقوله زفت.
بوجهه؟ بوجهه الحمد لله. لا نحاول المرة الجاي أغنيتك تكون إشي تاني مختلف يعني. بس برضو الانتقاد الإيجابي برضو بصير يعني أنت عشان تعطي دفعة. نحاول نحاول أغنيتك المرة الجاي. ده اسمع شو بقول له، حاول المرة الجاي أغنيتك ما تكونش زيف. ما تكونش زيف، هذا الإشي الإيجابي. هذا إشي البناء. الحمد لله. الحمد لله. يلا. يلا. ولا مين مقدمكم؟ في أغنية بنهديها لكم جميعا، يلا تفضل. هذه حلوة. أي حاجة. فعز ما هي محتاجة. وناس تدي وتنسى. وناس تاخد وتنسى. زي طيطي. هذه حلوة يعني. بس نقدر. نقدر نقدر. نقدر نقدر هيك كثير نقدر. طب ليش ليش كثير هيك مشاعر سلبيه؟ بدنا طاقه ايجابيه. عجزت الاغاني النقده عملوا مره زي هيك شو بسموه هذا. وين هو لحظه وين خالد عجاج اختفى؟ انت ليش بتقطعيني ده؟ لا تذكرت انه خالد عجاج هذا اللي غنى هالاغنيه اختفى. كنه غير لا وانت استاذين صار عصباني خسر نباتي. انا 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 بفكر انه عن جد اكثر الاغاني النكديه بسمعوها النسوان. لا انت استاذ الاسلام لبلش يحبوا قال يعني بيسمعوها نشاكر. لا انسيك على نشاكر بس في مثلا بنات او نسوان وهذا شو اسمه مصطفى بموتوا على مثلا حماده هلال. شو هذا ما سمعتش بنت بتحب حماده هلال. إيه؟ ما سمعتش عن بنت واحده بتحب حماده والله؟ هلال. والله هذا معناته مش شايفه بنات انت. لا والله حماده هلال مصطفى كامل اسمعوا هذا هادو تخصص نكد. كو تخصص نكد. كتلة هيك كتلة متحركة من النكد. حاط الأغنية وغايصة في أشياء عميقة جدا. لا هذا كتلة هيك كتلة مشتعلة ومتحركة من النكد. يا ويلي. بس صوته حلو. صوته حلو. صوته حلو. ما نقدرش. لا ما أنا صار خالد عصباني. خالد عديك صار. بما أنه إسا إحنا فيجن وخضريين ومظاهرات ضد قتل الحيوانات وهيك فأغير اسمه. أم حكولي صار خالد عديك آخر إشي. دائما أشد في شعري. أشد في شعري يا جماعة ولا إيش أساوي حالي؟ طلع طلع هوا هوا طلع الانطلاق فضل انطلقي طلع الطاقة الإيجابية انطلقي انطلقي معنا ها هوا هوا هيك بجيبوني هواي طير شعري كليب نعمل أيوة أيوة هاسفت حتى أنت صرت ترقص أيوة هو في بعد الأشياء المفرحة في بعد الأشياء المفرحة الحزين وبعدين أحلى إشي كل مثلا ما تزعل مع خطيبتك مع مرتك مع بتروح بتحشر حالها في الغرفة طبعا في التلفون جاهز على الأغاني مصطفى كامل فبتحط أغنية وبصير فهلا هي بدها إياك تيجي شو هالأغاني الحمدين يعني هذه هي الأغنية بتعبر عن الإحساس الداخلي اللي هي موجودة فيه حاليا فهمتي كلامك مش صحيح وخلينا نرجع لبرنامجنا يا جماعة وألو ألو وائل مساء الخير يا وائل مساء النور يسعد مساك ومساك يا رب من وين أنت خالد؟ وائل وائل خالد؟ ما هو بحكي لك وائل بعد ما قلنا خالد عجاج هلا يا هلا من بلديات الطيطي يعني لا من الخليل يا أختي من فلسطين طيب خليل الخليل وين في كندا يا؟ ما هو إياد الطيطي من الخليل حبيبي وائل وائل نعم يا هلا فيك يا وائل مالك مكشر زعلان هيك مش فاهم مالك زعلان مكشر اما انا بتعرفش محمد الطيطي طيب طيب شو الاخبار يا وائل تمام والله الحمد لله الله يسعدك من وين بتحكينا من الخليل من شارع سام بجمال انطار حياك الله طيب يلا على البسطة يا وائل الرقم من 1 ل 30 من 1 ل 29 اي رقم بدك رقم 2 2 ورانا اليوم يعني ورانا طيب سؤالك بيقول مين هو الشخص اللي اكتشف امريكا من هو مكتشف امريكا هل هو كريستوفر كولومبوس ولا عباس بن فرناس ولا بطليموس عيد مش فاهم
مين اللي اكتشف امريكا؟ هل هو كريستوفر كولومبوس؟ كريستوفر هيك بالفزو مش كريستوفر كولومبو. هذا كولومبوس. هذا عليك نور، مبروك عليك $100 من بنك الاسكان يا وائل. 100 دينار 100 دولار. آه. بدك اياهم دينار بزبطش. 100 دولار يا وائل. دولار الدولار منيح نسبة للجنيه الاسترليني. لا نسبة لليورو، منيح بلش اليورو ينزل اليوم. ولا والجنيه اليوم نزل الجنيه الاسترليني بما انه طلعت اسا حاليا بريطانيا من السوق الاوروبية. بدنا نشوف شو بصير. بس والله حرام تطلع من ال خليل رح تدخل مكانها. بتتمسخر يعني؟ لا بالعكس، لانه خليل هي مركز تجاري جدا قوي. ايوه بالعكس، ما تخلوش الطيط يشبك بيناتنا هاي اهل الخليل. انا وياك وصحبي. يلا اعطينا نكشة لديك اشوف. مش مني. هاي الكنترول يا ديك. الديك بيصحى بكير بيوعي. يلا في اغنية. الحلو بالموضوع انه الديك هذه الاغنيه، بس الديك الحقيقي اللي هو ورا الكاميرا عماله قاعد بيشتغل بالكاميرا ومبسوط على الاغنيه. شو رايك يا فرا؟ ايه؟ طيب للمشاركه بالبرنامج اتصل من ارضي او جوال او وطنيه على 17882 او ارسل رساله نصيه فيها الرقم 5 على جوال 37410 او الرقم 5 على وطنيه 6052 ونروح لمازن. الو الو مرحبا. هلا مازن. هلا بيك. مازن من وين؟ من بيت لحم. حياك الله يا مازن. كيف اجواء بيت لحم بهال يعني قرب العيد؟ ما ضلش اشي الكعك. الله يخليك الكعك والمعمول في روائح بالشارع. الكعك معمول لسه بدري لسه بس في يعني حلويات لسه موجود عشان رمضان وهيك اشي. حلويات اكيد تخلص رمضان. جو رمضان جو حلو. بتحب القطايف ولا ايش؟ قطايف كويسه برضه. قطايف اسمع احسن، كل الام بتاكل قطايف في رمضان. والله اهو قطايف ما خلك لرمضان. لا بس في مرات بضل بعد رمضان عادي يعني، في ناس بتضل تعمل. بس تعرف جو اجواء رمضان القطايف. هلا هو في رمضان بحشو جبنه وفستق ولوز، وبعد رمضان في ناس تحشي لحمه حكي. طيب مازن نروح على البسطه. نختار ان شاء الله رقم 27. 27 27 يا مازن. مازن ما هي عاصمة جزر القمر؟ تعرفها ولا أعطي خيارات؟ أعطينا. يلا كابول ولا عشق أباد ولا موروني؟ الأخيرة. إيش؟ طب احكيها الأخيرة شو هي؟ موروني. $100 من الوطنية موبايل. مبروك يا مازن، ألف ألف مبروك. دولار مش دينار. بلاش تقول بدنا 100 دينار. طيب إلي شو هي؟ أغنية أعطينا. يا أوم وكا وكا. لا مش سامعها. ليه بالصوت هيك واضح؟ Like a drum to the sun, مين قال لك انه عندي ليوني مثلا؟ قرر اذا عندك ليوني ممثله انت. بس مالهاش علاقه، بنت عم ترقص عليها من دون ليوني عادي. تعال انا اجيب وقتك.
خلاص المره الجايه بتحطوا لنا دبكه لعلاء علشان يدبك. الله يرضى عليكم. اه الا ما هو ما يطلبه الراقصون برنامجنا. ليش العلاء صار راقصه؟ راقصه؟ انت ما بقول ما يطلبه الراقصات. الطبال والراقصه انت صرتوا. الله يسامحك. تفضلي. الراقصه والسياسي والفنان. طيب مشاهدينا للمشاركة ببرنامجنا اتصلوا على أرضي على 17882 أو ابعثوا رسالة نصية في الرقم 5 على جوال 37410 أو وطنية 6052. وحنان كمان مرة. حنان حلقتنا بلشت بحنان وشكلنا رح نختمها بحنان. حنان ألو ألو مساء الخير. يسعد مساكي. يا هلا. أهلين فيك حبيبتي. من وين عم تحكينا حنان؟ من جنين يا أختي. يا هلا وميت غلب كل أهل جنين. طيب يا حنان احنا اول متصل اليوم كانت معنا حنان وانت كمان اليوم اخر متصل لحنان فيعني حلقتنا هيك ملاني كلها حنان. اي رقم بدك تختاري؟ 20 20 20 طالع. رقم تاني 9 9 كمان طالع 6 6 موجود. طيب اين توجد يا حنان اطول سكة حديد في العالم؟ هل في كندا ام افغانستان ام الاردن؟ لا في كندا. في كندا. مبروك عليك $100 من مخماس فنلاند. مبروك يا حنان. الف الف مبروك. مبروك عليك حنان ومبروك لكل اللي ربحوا معنا اليوم. نحب نذكركم انه جوائزكم ينفع تستلموها بعد 20 رمضان يعني بعد بكره. و بعد بكره بعد ال 20 من بعد 20 من بعد بكره انتم بتقدروا تستلموا جوائزكم. ولكل المدروش اليوم بكره في عندكم امكانيه تقدروا تتصلوا فينا وتشاركوا لانه السيارات بعدين في انتظاركم وكمان عشرات الاف الدولارات كمان في انتظاركم. فمن هون لبكره احنا ننهي صح؟ لا لا بدنا نذكرهم بالارقام من ارضي او جوال او وطنيه على 17882 او ارسل رساله نصيه فيها الرقم 5 على 37410 لجوال او على وطنيه 6052. شركات الراعي للبرنامج شركه ستروين وطنيه موبايل شركه حضاره بنك الاسكان وملاهي مخماس فنلاند. وبكره بنشوفكم تصبحوا على خير. بونوي. يلا مع السلامه باي باي. We'll be right back.